صينية البلطي. المكونات: بصل، فلفل حار، ليمون، بصل أخضر، ثوم، كزبرة فريش، سمكة بلطي حوالي 300 جرام، كمون، وبهارات سمك. هشغل الفرن واجهز التتبيلة. هاخد الفلفل، كل المكونات احطها مرة واحدة في بولة عشان كله يمتزج مع بعضه. بصل اخضر، كرات، كرفس اللي موجود، المهم يبقى فيه خضرة. وهاخد ثوم معلقة كبيرة، وهاخد الكزبرة الفريش ومعلقتين ليمون. ونجهز طبعا اي صينيه تدخل الفرن، بايركس او صينيه عاديه او تري او اي حاجه. وهناخد 3-4 معالق زيت ومعلقه صغيره من الملح مليانه. عاوز اخلي البصل برضو متقطع صغير عشان كله يبقى ايه مع بعضه في التتبيله. هاخد نص البصله اقطعها صغير يبقى في التتبيله، والنص التاني هخليه علشان احط شويه كده تحت السمكه عشان يبقى ايه متاكدين ان مفيش حاجه هتلزق في الصينيه من تحت. ده هيروح مع التتبيله. هاخد كده حلقات او نص حلقة افرد البصل كده ولا كده. التتبيلة والخضار اللي هنا هيبقى زيادة، وهيبقى فيه شوية تحت السمكة، بس برضو نخلينا دايما في الامان. طبعا زي ما قلت لحضراتكم نشغل الفرن ونجهزه. اقلب بقى التتبيلة كويس مع بعضه. اتاكد كويس ان كل حاجه متقلبه. الخطوه اللي انا بعملها دي علشان كل حاجه تبقى تمتزج مع بعضها. هاخد السمكه نعمل كده فتحات من الناحيتين. امسك السمك على اول ناحيه وابتدي ادخل التتبيله جوه بالمعلقه كده، والناحيه التانيه هي المعلقه بتعمل كل الشغل. دخل التتبيل جوه وكده ولا كده الباقي كله هيتحط على السمكه، بس عايز احط شويه منهم في جوه بطن السمكه وشويه تحت. يعني هناخد حبه حلوين كده ارفع السمكه، افرد التتبيله نملى بقى ايه عشان البلطي بيحتاج تتبيل كويس، نملى قلب السمكه او بطنها، والباقي كله ناخد كل حاجه عشان مبقاش ايه حاجه اترمت. افردها على السمكه تلت ساعة كتير، 12 دقيقة 15 دقيقة على درجة حرارة 180 من غير ما تتغطى، ويبقى مولعين الفرن من تحت مش من فوق.